السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر، وخبر جديد حصري أول مرة تسمعوه. ياريت تتابعوني للنهاية ومتنسوش اللايك على الخبر عشان يوصل لكم كل الأخبار الجديدة. 8 محطات في حادث مهندس الدقهلية منذ لحظة اختفائه حتى ظهور جثته في النيل. الخبر معنا بيقول: شهدت حادثة اختفاء المهندس أحمد عاطف عددا من المحطات المهمة منذ لحظة اختفائه حتى لحظة العثور على جثته. بدأت القصة منذ 10 أيام وقرب وضع زوجته لمولود جديد، قال لها أن هو هيروح لأحد أصحابه عشان يجيب مبلغ من المال، وتوجه لصديقه واتصلت زوجته عليه ليخبرها بأنه مع صديقه، أن السيارة تعطلت فوق كوبري جامعة المنصورة وأنهت الاتصال معه. تاني حاجة، انتظرت الزوجة عودة زوجها على الميعاد المتفق عليه ولكنه اتأخر ولم يعد مرة أخرى، وحاولت الاتصال عليه أكتر من مرة ولكن دون جدوى. بدأت الزوجة والأسرة تطلق استغاثات لعودة المهندس وتطالب بكل من قام بمشاهدته بالإبلاغ عن مكانه أو أي معلومات عنه تفيد للوصول إليه. استمرت عمليات البحث فترة كبيرة إلى أن كشفت أحد الكراكات التي تعمل على تطهير جانبي النيل بناحية مدينة المنصورة أثناء العمل بخروج جثة متغير ملامحها، وتم إبلاغ ضباط المباحث. تم انتشال الجثمان وبفحص متعلقاته الشخصية وبعض العلامات التي تشير إلى أنه هو المهندس أحمد عاطف المختفي، وتم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة والتي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى الدولي وتوقيع الكشف الطبي عليه وكتابة تقرير عن أسباب الوفاة. تم تسليم الجثمان لأسرته بقرية ميت عنتر التابعة لمركز طلخة، وتم تشييع الجثمان وسط حالة من الحزن الشديد وبكاء هستيري من كل أسرته. بدأت نيابة مركز طلخة بالاستماع لأقوال الزوجة وطلبت عمل تحليل DNA للوالدين للتأكد من تطابقه مع الجثة. الزوجة توجه الاتهام إلى صديقه الذي كان معه قبل اختفائه بأنه هو المتسبب في قتله، وأرجعت ذلك لوجود خلافات مادية بينه وبين زوجها. إلى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناة عابر عامر، وخبر جديد إن شاء الله استنوني وحصري أول مرة تسمعوه. فياريت التشجيع منكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل عشان يصلكم كل خبر جديد، وإلى اللقاء.